كنجي للسوق ديه رديه، كلشي غالي، مشينا للدجاج غالي، مشينا للحم غالي، وداك البيض ومطيشه ما تلا بنادم قدو يدير، شي تقول غنى داك الشي غالي عليا ندير على البيض ومطيشه، مطيشه 260 والبيض 30 ريال، فين غيدير هاد الدرويشه وليدي؟ راه لا اله الا محمد رسول الله، كنطلبوا منهم يرحمونا، يعتقونا، راه حنا تشوينا، قالت لنا صرنا من جبد. لا اله الا الله، ها انت شوف السوقات، حنا ديه رضي ديه رضي بلا حتى حاجه. لحقتي على يديك كلشي غالي، ما كاينش حاجه اللي تسيب رخيصه، مشيتي للهري تلقاه السلعه مشنشنا، جيتي للسوق حتى شتيه، فين ما مشيتي يا وليدي حتى حاجه ما تصيبها حتى رحمة الله كلشي على الغلا، ونطلبوا من هاد المسؤولين وهاد المكلفين بينا يرحمونا. ياك وليدي ولا لا؟ الله يعطيك الصحة. رحمونا وليدي رحمونا، راه الدرويش سير يموت. لا ما نقدرش، ما نقدش، ما طيش عندنا شريوها الحك، نكذب عليك، عندنا جبوها حكيك ب 60 ريال، فهمت؟ ما طيش في الغد، ها وعد ب 70، ها تسمع لهم. ما دير القلعة ديال الماء بحالها في بيه. ويه، ما دير بها والو، ما حتى حاجة وليدي قاضية لينا والو، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودابا خويا وصلت 40 ألف. فيها الدجاج، فيها حوت، فيها بطاطا، فيها مطيشه، فيها ديسير. بالنسبه للمواطن اخويا اللي ما عندوش، راه غالب الله، ولكن دابا الاسره اللي كتلقى خدامين فيها جوج الناس، كي غادي يديروا ولاد جوج الناس؟ خلصوا الكراي، خلصوا الموضوع، كل شيء غالي، الحوت غالي، ديسير غالي، والله لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا دابا دوزت لك 4 أيام 5 أيام لا تقول الحمد، ورمضان كاين لي الله عز وجل. شي درويش الله اللي واقف معنا حنا كاملين والله العظيم. الزيت ميشي 480، مطيشه ميشي 40، البصله 1000 فرانك، قهرونا ثمن الفلفله ولات ب 400. حنا خويا انت ما لقينا ما نديروش، طلبنا الجحوتات او سيمشيو اش بان لينا. الله ما نمشيو شي بلاد اخرى، لا اله الا الله محمد رسول الله خويا والله. جوج حوتات شحال واحد ياكل؟ لابيل فيها 7، انا امي وباو الواليدو اش بان لك اخويا العذاب. كنتعذبوا بلادنا، بلادنا كنتعذبوا فيها. المواطن مكرفصه، المواطن كتجي تشكى على الناس وكتجي تشكى على البيع والشري والبيع والشري، ما يدير والو. حتى هو باش لاقيها جاي، حتى هو باغي يربح فيها درهم ولا 40، كيسحبوا البيع والشري هو اللي يزيد، يعني البيع والشري هو اللي غياكل العصا، هو اللي غي يعني ماشي غياكل العصا، والمواطن حتى هو كثار منا. انا اللي كنطلب واللي كنعاود نطلب ونعاود نطلب منه، وان هادشي اللي داروا لينا راه ما عرفناش ليه. زدتوا لينا في الاسعار، زيدوا لينا في الصالير، في شي حاجه. البيع والشري يضيع، واللي غيجي يشري مسكين كاين اللي مخلي لها 400، باغا تاخذ 10 درهم دجاج وتجيب كيلو بطاطا ب 160، اش فين هو الزيت؟ فين هو هادي؟ فين هو البوطه؟ فين هي؟ راه هادشي راه بزاف هادشي. انا بعدا انا بعدا كنطلب من الله سبحانه وتعالى ياخذ الحق، الله ياخذ الحق وصافي. يعني المواطن والبيع والشري مكرفص، والبيع والشري راه، واللي ما بغاش يفهم ليا هو ان علاش الديسير رخيص والخضره غلاش. حنا اللي عارفين هو ان الديسير هو اللي غالي، وكناخذوا غالي وكناخذوا خضره رخيصه. الديسير الا غلا جات مع الديسير هذاك،